Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Ya Rabbi salli ala Ahmad Mukhtar Taha wa Yasin يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طران وموسع الكل براه أسألك سبال ستران على القبائح والأخطال يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة
وحشوها آفات وشغال. يا رايح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحات تروج عليا وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالإقبال. قد استعنتك ربي على مجاواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. قد استعنتك ربي على مجاواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا رب يا خير كفي وحلول علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل وجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى لمعذبك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال، وقد أتاك بعذري وبانكساره وفقري، فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال، وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، وعصمه من شر يوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، على وتعم ضرب الأمثال، جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والجلال.
يا ربي أنت نصيري، فلا أجني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على مختار طه وياسين.